الله الله يا بابا، وسلام عليك يا بابا. قال ويمر، ما عم بسمع علي صوتك شوي. يا راني الله يرضى عليك، اطفي المكنسه بدي اعرف اسمع. ايه هلا صرت اسمع منيح. لا لانه كان صوت مكنسه الكهرباء عم يشوش علي. شو عم تقولي؟ صرنا بعام 2050 ولساتني عم بستعمل مكنسه كهرباء؟ لك والله لا اختي، انا هيك طبعي، ما حلو بتعرفي. دقة قديمة كلاسيكي، ما بحب التغيير. بعدين هي المكانس تبع الليزر يلي طالعة هلا ومكانس أشعة جاما ما عم بتمخي النوم. أنت جاي؟ والله ما بعرف، بحاول ما أتأخر. بيجي على المترو تبع الساعة 10. إيه وهو كزاري. الله معي. ألو ألو، وينك؟ لحظة ما قلتي لي شو ناوي تعملي عشاء؟ أكل من برا؟ ماشي الحال، شو علي؟ لا وصي على اكل جاهز من الصيدليه، يعني تشكيله صغيره، شويه حبوب على كوسه محشي وشويه تحاميل على ملوخيه، ولا تنسي بودره الفريج. ها بحبها كثير، صار لنا زمان ما سفينا بودره. وهو كذلك. الله معك حبيبتي، مع السلامه. ارجع شغل المكنسه معلم. لا لا، ركاب المترو الله يرضى عليك ونط على حمص، جيب لي شوية شرب وحمصي بالقشطة وارجع. أمرك معلم. بس وينها؟ لا تخط وتمهيصة، من الساعة وبترجع. حاضر معلم. متل طير طاير أوام. يا أخي ما برتاح بالحلقة اللي عندك. صحيح محلك كتير قديم وأنتيكا، بس بشم فيه ريحة الماضي. مو هيك؟ ابدا، بحس حالي عايش بعام 2000. بعام 2000 ما؟ ايه اسأل الله على عام 2000، اسأل الله على هديك الايام قديش كانت الحياة بسيطة وما فيها تعقيدات. يا اخي انا كل شيء قديم بحبه، هيك عقلي. بعشق القديم وبهوى الانتيكا والله سيد الباقي، بس بدك مين يقدر؟ لا والناس بتفكرني مجنون وبتقول عني دقة قديمة. ايه والله يا ابو هاني انا مثلك تماما، ما عم بقدر اتأقلم مع هالعصر. بدك تقش ما هيك؟ تقش دقنك يعني. ايه نعم بدي قش. تكرم شواربك على عيني وعلى راسي. الله وكيلك عم نشوف شوفات بتشيب لها رأس الولدان. اسمع اسمع على القصة. اجاني من كم يوم شاب ومعه صبية وقالوا لي حلقنا مثل بعضنا. قلت لهم مو مشكلة، اهلا وسهلا، محل هذا بيستقبل مين ما كان. كيف بتحبوا القصة؟ احزاب شو جاوبوني؟ وشو جاوبوك؟ قال بدهم قصة 0012 يا اما قصة 6C. يا لطيف على القصة، على القصة. ورضيت؟ طبعا لا، ولو انا حاضر. انت بتعرفني تماما، ما احلاني وانا رضيان. قلت له لعمي انا صالوني على القديم وما بقص الا قصات قديمه وكلاسيكيه او نوويه، يعني انا ما بقص غير بانكي او مارينز او فيرزاتشي وغير هيك مالي مصلحه. طبعا وافقوا. طبعا لا. قال شو قال لي؟ قال معقول نقص بانكي؟ هننا شو بدك ترجعنا 40 سنة لورا؟ وحملوا حالهم ومشيوا يا عادي. لندم عليك دمع الندم غالي، الخاطر عينيك ضيعتنا حالي، وكنت أقول إنك حبيبي. هي لندم عليك دمع الندم غالي، الخاطر عينيك ضيعت انا حالي، وكنت اقول قول معي قول انك حبيبي. هي لندم عليك قول ولك دمع الندم. الله شو الله. اخ اخ ايام ايام ايام. اخي انا عندي شايب بمكتبتي ما بيتفق منا بمكان. لا لا ابو هاني لا، هي اترك لي اياها، هي بدي اياها مثلك، خليني اياها مثلك. يا على عيني وراسي. لا بتقبر عظامي يا عادي. ليش انا بحبك؟ لانك دقه قديمه مثلي، بتحب كل شيء قديم وكلاسيكي.
عم اقول لك هالجيل هاد جيل ممسوخ ومايع. لك بتلاقي الواحد راح يتخرج من الجامعه ولسه شباربه عم يخططوا وصوته عم يبلش يتخال. عليم الله بتذكر حالي من لما كان عمري ما بعرف 18 سنه يمكن كانوا شواربي كتفوا جمال. كنت وقتها بصف التاسع. لك هيك شواربي طبعا طبعا. شو جاب لجاب لك هلا كل شيء مسخ لك ابو هاني. هذا اكل يلي عم ناكله. هذا جيل حبوب وبودره. الله يرحم الله يرحم جيل حليب العلب يا ابو هاني. اي والله يرحم حليب العلب يا عادل. شو كان له دور لك يا اخي؟ كان الاكل غير شكل. شو الحكي؟ اكل مغذي ومدروس وطبيعي. لك اسال الله يا عامل 2000 اسال الله ايام حليب العلب والسمنه المهدرجه والبيتزا والهمبرجر والهوت دوغ والكوردون بلو. يا ما شاء الله. قولي لي ليش يا ابو هاني؟ ايه والله يا عادل ليش وميت ليش. قسما بالله ما ياكل شي واحد من شباب هالايام قطعه كوردون بلو لحتى يروح فيها. او شي كروسانه على زعتر مثل ايام زمان. ولي كروسانه يا حبيبي معناتها فورا بيروح على الجبانه. لك اسال الله ايام 2000 والكروسان اسال الله. ولك هذا كان اكل دسم وبيرمم العظم مو مثل هلا. خد مثال. امبارح حكيت قدام اولادي انه جاي على بالي اكله كروسان على زعتر وزيتون. الله وكيلك اطلعوا فيه وكاني جاي من كوكب تاني. نعيما لك يا عادل. نعيما. الله ينعم عليك. بس بدك الصراحه انت عم تحكي شيء يعني بخليهم يستغربوا عن جد، لانه هذا الشيء مو شايفينه ابدا. لا والله مو شايفينه لحبيبك. مو شايفينه منو؟ ايه حبيبي كيف تقص شعرها؟ بانكي ابو هاني. يعني حلك تنسى قصه شعري؟ هي قصتي المفضله. حافظها. بس انت لحالي بركي هالمره حابب تقص على الموضه انت. لا 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 لا, لا, لا بعدني على الموضه. هي ما بتوقتيني ابدا. طيب تحب تسمع شيء اخي عادل؟ ايه والله يا ريت. اذا في عندك شيء سيديات قديمه، لانه اغاني الايام عم تزعجني كثير. ما بفضلها ابدا. والله الحق معك. ليش طرب هالايام طرب طرب؟ الله يصلحك انت التاني ويهديك. انا ما بسمع هيك شيء ابدا. يا سلام عليك يا ابو هاني. يا سلام عليك على مجموعه الصوت. لهلا بحتفظ فيها. يا سيدي هالمسجله هي شايفها؟ هي عمرها اكثر من 50 سنه وردانا عن ابي الله يرحم ترابه. ومالي مستعد بدلها ابدا بمسجله تانية حديثه ولو دفعوا لي فوق امال الدنيا. بالفعل يا ابو هاني هالمسجله ثروه حقيقيه، لانها انتيكا وعلى القديم، وانا روح قلبي موديلات القديمه. تسلم لي عينك. تسلم لي عينك ما احلاك. بعدين صوتها غير شكل يا اخي. اكيد طبعا ما في شك. اللي سيد عادل شو بتحب تسمع انت؟ انا عندي تسجيلات قديمه ونادره كتير. ولو يا ابو هاني انت طول عمرك مزوق وبتفهم بالطرب الاصيل. هذا من لطفك يا عادل. اللي شو بتحب تسمع ابو هاني؟ شو في عندك اغاني تراثيه؟ ها تراث. عندي لمحمد فؤاد وصابر الرباعي وزين العمار ورامي عياش وحكيم. يا سلام عليك يا ابو هاني. صار لي زمان ما سمعت هالمطربين الكبار. وينك؟ اذا عندك اوبريت صابر الرباعي هالله هالله يا بابا حط لي اياها دخيل عينك ابو هاني. ابن حلال موجوده. ها شلوني معك؟ يا سلام يا ابو هاني. يا سلام شغله قطعه فلكلوريه نفيسه. شو هالكلمات هي؟ لك هي اسمها كلمات. الله الله يا بابا.
وسلام عليك يا بابا. يعني بتحس في موضوع يا اخي بالغنيه، في قصه واحد مفارق ابوه ومو شايفه مدري من امتى، وعم يبعث له هالكلمات الحلوه حتى يناخشه ويعاتبه. مو مثل كلمات هالايام؟ اعوذ بالله لا تذكرني باغاني هالايام مشان الله. العمى لا كلمات ولا الحان ولا اداء. ليش انت ما بتتذكر غنيه بابا يحي 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 بابا اوباح؟ طبعا بتذكرها، يخرب بيت اذا ما بتبكي الدباب. بالفعل انا كل ما بسمع هالغنيه بيعبق وشي، بتغرغر الدمعه بعيني وبجي لابكي. يا اخي معك حق، يعني الاغنيه مؤثره كثير. اخي ايام زمان كانت الناس فاضيه وفي عدة وقت لتفكر وتبدع، مشان هيك الاغاني القديمه حلوه. بالفعل اواني كلامك كثير دقيق، يعني كانت الغنيه تتلحن بيوم بيومين واحيانا اكثر. مو مثل هلا الغنيه عم تتلحن عن طريق الكمبيوتر بخمس دقائق وتتوزع بثلاث دقائق. طبعا يعني هذا عصر السرعه. قلتك دخلك. شو اخباره رفيقك يانس؟ صار زمان ما شفته. راح يعمل سياحه، بتعرف هذا ما بيقدر ما يشم هواء. وين ناوي يروح هالمره؟ راح يقعد له كم يوم بالغواصه تاعك سلوري، بعدين اجى لقى طقس حلو راح يطلع على هالمر مشوار. نيال قلبه نيال قلبه نيال قلبه على هيك سياحه، مو مخ السياحه تبعنا. قال نحن اذا حبينا نشم الهواء منروح يا اما على امريكا يا اما سياحه على اليابان او استراليا. ايه تضرب هيك سياحه مشرشحه تضرب. الواحد شو بده يعمل يا ابو عمي؟ يعني بضل الرمال احسن من العمى. بيقضيها ساعتين زمان، مشوار قريب على امريكا روح ارجعها. هو بدك الصراحه انا بخاف اركب مركبه فضائيه، لا تقول عني متخلف بس هيك انا. ايه طبعا معك حق، ليش قلت حوادث عم تصير؟ كل يوم حادث شكل. هذا خير حوادث الاختطاف. يا سيدي صرنا باخر وقت ما في كلام. دخلك سمعت شي اخبار اليوم؟ ايه طبعا سمعت ابو هاني. في شي جديد يا ترى؟ عم بيقولوا انه بده يصير مؤتمر قمه عربي. شو الحكي؟ الله يبشرك بالخير. اخي لازم يصير مؤتمر بهالوقت حتى تهدى الاوضاع شوي وتتصافى النفوس ويترتب التنسيق، بس انت قول ان شاء الله يطلعوا بقرارات مهمه. لا لا ابو هاني هالمره غير شكل، هالمره في قرارات مهمه عم تنطبخ. مثل شو يعني؟ قال الرؤساء والزعماء العرب ناويين هالمره نيه اكيده، راح يضغطوا على كل المجتمع الدولي من شان تطبيق قرارات مجلس الامن 242 417 2580 و5450. يا عيني عليك، هي هي الاخبار اللي بتفرح. احلنا صرنا بال2050. بس بيقدروا يضغطوا يا ترى؟ بيقدروا؟